اغلب الحلقات كنا نديروا زوم ان او سكوب على المواهب الليبية اللي موجودة عندنا، بس لفت نظر الفريق الإعداد يعني موهبة جدا رائعة ونقدم لها كل الاحترام وكل التقدير. موهبة هذه منتشرة فيديوهاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فحبينا ان احنا نعطوا لها زاوية او يكون معنا في يعني فيديو صغير. خلونا نشوفه مع بعضنا وراجعين مع الدكتور عبد المهيمن الأحمر. يبلغ من العمر 16 عاماً، لكن وجهه الطفولي والابتسامة التي لا تفارق محياه تجعلك أمام ملامح طفل لم يتعد 13 من عمره. لكن ليس كل هذا ما يميزه، بل ذاك الصوت الرخيم والهيبة التي يتلو بها القرآن الكريم. هو الشيخ طه عزة إبراهيم. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذا الشاب المصري يعد أصغر من فاز بجوائز عالمية. ختم القرآن الكريم في 10 من عمره، وحصل على المركز الأول في مصر، وبعدها سافر ليمثلها في ماليزيا، وتمكن من الحصول على المركز السادس عالمياً وعلى المركز الثالث في مسابقة أندى الأصوات التي يقوم بتنظيمها الأزهر. قرأ طه في الأزهر ومسجد السيدة زينب والمشير طنطاوي ومساجد أخرى، وحلمه كان ولا زال إعادة المدرسة القرآنية القديمة. وبعد ما شفنا الموهبة ما شاء الله تبارك الرحمن، طبعاً احنا عندنا مواهب جداً رائعة، فحبينا نسلطوا الضوء وناخذوا زاوية لمواهب جديدة من بلدان مجاورة، وتربطنا بهم علاقات بصراحة من البلدان اللي جداً محببة لقلوبنا. عندنا في اتصال هاتفي الدكتور عبد المهيمن الأحمر، أخصائي مخ وأعصاب واستشاري الأمراض العصبية. صباح الخير دكتور. صباح الخير، كنت سعيد إن شاء الله. في اتصال معنا على سكايب، موضوع اليوم مرض الباركسون، يعني موضوع أو مرض ممكن ننطق فيه أحيانا غلط لأن مش ملمة بالموضوع، بس اليوم نحاول أني أنا نتعرف على مرض الباركنسون بالضبط. تمام، هو النطق اختلفوا عليه حتى كثير من الناس، لأنه هو نسبة إلى المخترع اسمه جيمس باركنسون من أصول فرنسية. هذا موضوع الاسم. بالنسبة لهذا المرض في العصور الأولى أو في العصور الوسطى كان يدرج تحت مرض الشلل الرعاشي أو ما يسمى بالشلل، نوع من أنواع الشلل سابقا. بعدين جاء العالم هذا اللي هو اسمه جيمس باركنسون، صنف شلل الرعاشي إلى نسب أو درجات. النسبة الأولى أو الدرجة الأولى اللي هي تكون الرعاش العادي البسيط اللي هو ممكن يصيب أي شخص بطبيعة عمله أو بطبيعة جيناته الوراثية، هذا النوع الأول. يكون رعاش بسيط، رعاش في الأطراف بسيط، ممكن قد يكون غير ملحوظ. النوع الثاني اللي هو يكون ملحوظ جداً، اللي هو عدم قدرة الإنسان على التحكم في أطرافه في مسك الشيء أو في تحريك الأشياء أو شدها مثلا، أو شد تشنجات. في نفس الوقت يكون في هيئة نوبات فقط، ما يكونش في بشكل مستمر. الدرجة الثالثة وهي الأقوى اللي هي ما يسمى بالشلل الرعاش الحقيقي، اللي هي يكون يؤثر حتى في المشي
والحركة العامة لجسم الإنسان بشكل عام يعني. طيب دكتور، يعني بما أنه هو يعني ليه مثلا أعراض واضحة، وزي ما قلت حضرتك أن هي بتبدأ من الرعاش أو رعشة في اليد، فهل ليها مثلا أسباب ممكن أنا نعرف أنني قاعدة نتعرض لمرض الباركنسون؟ تمام، آمن ما تعبيش روحك في الاسم، عادي تقدر تقولي الرعاش. بنقول بنقول الرعاش وخلاص، تمام صح؟ ايوه، قولي الرعاش او الشلل الرعاشي. اسباب عديده، منها تكون منذ الطفوله، منذ الولاده، اللي هي احد الاسباب، اللي هي نقص الاكسجين على المواليد. يسبب هذا نقص في ماده في المخ يسموا فيها الماده الرماديه، يعني في ماده بيضاء، وايت ماتر وجري ماتر، وفي ماده معينه اسمها الدوبامين، هي المسؤوله عن التوازن الهيكلي العضلي او الهيكلي الحركي. هذه احد الاسباب، اللي هي اثناء الولاده نقص الاكسجين عند المواليد. الاسباب الثانيه الاصابات، اصابات حتى الاطفال نفسهم، مرات احنا عندنا درجه بالليبي عادي يطيح وينوض وما يصير له شيء ومش عارف شنو كذا. فلا ننتبهوا للاطفال، لان فترة الطفولة يكون تكوين للمخ وسائل المخ والمواد الدقيقة للداخل ما زال ما اكتملش نموها، فهي معرضة لأشياء زي هذه ما تظهرش مباشرة لكن تظهر بعدين. فالإصابات سواء في العمر الصغير في الطفولة، أو الإصابات اللي هي طبعا إصابات خطيرة زي الكسور والحوادث السير والوقوع من أماكن مرتفعة وما إلى ذلك. الحمى ايضا احد اسباب الباركنسون في الاعمار المتقدمه، يعني ما تظهرش في الاول وهو صغير، يعني ما تظهر لهش اي اعراض، لكن فيما بعدين يعني لما يكبر الشخص تظهر عليه اعراض الباركنسون ويكون معرض للشلل الرعاشي. الحمى وضربات الشمس ايضا. زياده الضغط الداخلي، الناس اللي عندها وظائف زي الطيارين اللي يطيروا، اللي هو اختلاف الضغط الجوي، الناس اللي تطير مثلا فوق او مضيفين الطيران يعني. ايوه بالضبط، شغلهم في الطياره. الناس الثانيه اللي هي تحت الميه زي الغطاسين والغواصين، الغواصين وما الى ذلك، يعني الناس اللي ما يعيشوش معنا على الهواء ابدا. اللي شغلهم في ضغط جوي مختلف، احيانا في ناس تمارس في مهن رياضات، ما نعرفش في ليبيا في هلبة ولا لا، اللي هم يمارسوا في رياضات القفز من الاماكن المرتفعه او اشياء زي هذه. الناس اللي معرضه لاختلاف ضغط جوي عالي وضغط جوي مختلف ايضا سبب رئيسي في ان هم يصابوا فيما بعد بحاجه، او ممكن نقول احنا سكان المناطق الجبليه صح؟ لانه اكثر الناس عرضه مثلا لهذا الضغط او ارتفاع الضغط وانخفاضه. بالنسبه لليبيا مثلا سكان المناطق الجبليه وسكان الجنوب ايضا، لان حتى الحراره ارتفاعها درجات عاليه وانخفاضها انخفاض زي ما نقوله غير تدريجي، فيكون عامل مسبب في اختلال الشحنات الكهربائيه وفي اختلال ماده الدوبامين او نقصها، فهذا يؤدي فيما بعد الى هذا ما يسمى الباركنسون. طيب دكتور عبد المهيمن، معك انا قاعده نبي نجمع الكلمه بالضبط. طيب هذا المرض باعتبار ان احنا عرفنا اسبابه ومسبباته وانه ممكن يستكشف في مراحل متقدمه من العمر، يعني من حديثي الولاده ومن الطفوله، لكن هذه اسبابه وهذه عوارضه، بس هل في تمارين او ممكن علاج معين ممكن يبدا به المريض باعتبار انه هو معرض او واضح للدكتور بتاعه انه هو معرض لهذا المرض، ممكن يتبع معاه طريقة علاج معينة لتفادي مثلا تطور المرض في مراحل متقدمة من العمر؟ بالضبط أمل، احنا عندنا طبعا إهمال بسيط مثلا شوي للمواضيع هذه، إن مثلا لما نحس إن الطالب أو التلميذ إذا ترعش هو يكتب، أو إن هو لما يتعصب يتوتر يجي زي الرعشة بسيطة، فممكن نهزو عليها زي ما نقول احنا بلغتنا الدارجة، أو ما نعطولهاش اهتمام كبير، فنفترض انهم يتجهوا لطبيب، لان في ادويه بسيطه ما تكونش جرعات قويه، ما تكونش تكون ادويه وقائيه. حتى في الدول المتقدمه يعطوا في تحصينات او زي ما نقولوا تطعيمات وقائيه من شلل رعاشي. وفي معلومه ثانيه، امل زمان كان مقتصر المرض هذا او الاضطراب هذا كان مقتصر على كبار العمر، صح. او الاعمار اللي هي ما
أو الأعمار اللي هي ما بعد 50 سنة، 55 سنة، زمان يقولوا مرض كبر، راشد كبر، مش عارف شنو حاجات زي هذه، مسميات مختلفة. إحنا دائما نجيبوا أعذار للأمراض. هو أنا نبي نعرف هل ممكن دكتور إن هو عنده اسم تاني متعارف عليه عندنا إحنا كليبيين، أو هو اسمه هيك يعني؟ يقولون الرعاش أو الشلل الرعاشي، بس طبيا اسمه الفارس. طيب. علاش؟ لأن الرعاش أو الشلل الرعاشي مسمى يطلق في اللغة الدارجة على الدرجة العالية منه فقط، لكن الباركسون مقسم زي ما قلت لك شرحت في البداية، اللي هو أكثر من 3 أنواع أو أكثر من 3 درجات أو أكثر من 3 مستويات. فإحنا من ضمن الأشياء هذه باش نحافظوا، مثلا الناس اللي تشتغل غواصين أو كذا، لو حسوا بإرهاق أو ضغط دهني أو ضغط في الرأس أو عانوا من صداع أو حسوا برعشة في الأطراف، ضروري ان هم مثلا ياخذوا راحه بين فترات العمل، ما يصير يكونش في ضغوطات عمل، في اختلاف ضغط جوي مختلف. بعض المهن في الدول يمنعوا فيهم من ان هم يطلعوا رحلات مثلا عبر الطياره او يغوصوا لان معرضين لشيء زي هذا. طيب في حاجه ثانيه. طيب هو بصراحة واضح إن هو الأمر متشعب أو الحديد في هذا المرض متشعب. أنا نوعدك إن حتكون في حلقة تانية لاستكمال الحديد في إن إحنا ما هي ممكن الرياضات الطبيعية اللي ممكن العلاج الطبيعي اللي ممكن نمارسوه، وشين ممكن أنواع الرياضة اللي ممكن نمارسوها باش نتفادوا هذا المرض، وشين ممكن نديروا خطط احترازية لتفادي تطور أو تقدم مراحل المرض. شكرا لك دكتور عبد المهيمن الأحمر معايا على سكايب واستكمال أو تعريفنا بهذا المرض. مشكور جدا دكتور. مشاهدينا طبعا أنا حاولت أنني نقلل من قلت هيك بس أسوأ جدا طلعت السيطرة. باستكمالا لهذا الموضوع، استكمالا لهذا المرض ولمعرفة هذا المرض، في نوع من التحدي. طريقة العلاج لازم تبدأ من الداخل، ولازم تبدأ من التشجيع، ولازم تبدأ من حولنا، يعني من يكون سند لنا وجنبنا. في سيدة لبنانية اسمها فريدة الخزان تعلمت تانجو وتحسنت يعني بطريقة جدا، يعني ما هيش ممكن يخطط لها حد او ممكن يخليها فكره لكل مريض او لكل دكتور كعلاج لكل مريض. فاللي نبي نقوله ان احنا المرحله هذه او مرحله المريض في ان هو يحاول يخلق لنفسه جو باش يوقف من جديد. السيده هذه حاولت ان هي تقدم لنا الامل، تقدم لنا ممكن فكره وطموح. خلونا نشوف التقرير مع بعض.